لأن المسرح يضيء الحياة، شعار أضاء المسرح العراقي بانطلاق فعاليات مهرجان بغداد الدولي بنسخته الرابعة بمشاركة محلية وعربية وأجنبية. الافتتاح كان لوحة فنية بروح عراقية اختتمت بتكريم عدد من الفنانين العراقيين والعرب والأجانب. ومثل ما تشوفون الحضور أجنبي عربي محلي، حضروا فرق أجنبية مسرحية وضيوف أيضا ومكرمون أيضا ما بين أجانب عرب عراقيين. كانت أول إطلال للعروض المسرحية بمسرح الرشيد، وأيضا عندنا بمسرح أور، وعندنا انتقال المسرح الوطني، ثلاث عروض في يوم واحد. حقيقة كل احنا صف واحد نعمل لأجل إنجاح هذا المهرجان، وبالتالي تنعكس الصورة لهذا البلد ولهذه المدينة بغداد الجميلة إن شاء الله. فكانت الجهود عظيمة الحمد لله والشكر، تكاتف عالي. المسرح فن لا وطن له، المسرح فن منطقة العالم، فجميل أنه بغداد يحتفي بالتحتفي بالعالم، هذا المهم. يعني المنافسة طبعا لكل مجتهد النصيب، بس أنا شخصيا يهمني أنه يقام المهرجان بعيدا عن الجوائز، لأنني لا أؤمن بالجائزة. المسرح حالة جماعية، حالة احتفاء بالجمال، يعني الأساس في إقامة أي دورة وهذا الجمهور الموجود، يعني هاي الحالة، هذه حالة صحية لبغداد وحالة صحية أيضا للمسرح. أنا سعيد جدا في تكريمي في هذا المهرجان، وهذا أول تكريم لي عربي يكون في بغداد، وأنا في بغداد لي يعني معزة ولي حكايات كثيرة وذكريات، ومن أهم ذكرياتي أني أنا عملت عن بغداد في شخصية أبو حيان التوحيدي، عملت مسرحية وشارك معي عزيز خيون، الفنان الكبير عزيز خيون، وفوزية عارف، سهيل بياتي، مجموعة. وكانت المسرحية عبارة عن نخبة من العرب، وأنا سعيد الآن أني أنا أكرم وأرجع بغداد مرة ثانية. يتضمن المهرجان 20 عرضا مسرحيا تتوزع بواقع 3 عروض في كل يوم من أيامه، كما تقام على هامش العروض المسرحية ندوات نقدية بمشاركة فنانين وباحثين ونقاد عراقيين وعرب وأجانب. اليوم أكثر من 18 عرض مسرحي، من بينها عراقي وعربي وعالمي، من ضمنها البرازيل وألمانيا مشتركة ودول عربية أغلبها موجودة. هذا الفرح اللي يغمرنا والسعادة اللي تغمرنا أنه أكو هيك عروض ببغداد وليلاً، هذا الشيء المهم. بعد الساعة 7 أكو عرض، الساعة 8 ومستمر للساعة 10 والساعة 11. إن شاء الله هاي المهرجانات الإيجابية ممكن تعكس صورة لبغداد وللعراق. إذا تعلق الأمر بمكنون هذه التظاهرات، فهي يعني جمعت بين ما هو نظري فيما يتعلق بالندوات حول موضوع جديد، هو المشهد المسرحي الجديد والإنتاج المسرحي والتلقي للإنتاج المسرحي. إذن هذا في حد ذاته إضافة نوعية لمجال الدراسات النقدية. إذا فأنت لا تذكر أي شيء. لا شيء. أذكر أنه أحد ما فتح لي زجاجة في ليني مرشي، ثم بعد ذلك ليس ثمة سوى ثقب. شغف الفنانين بالمسرح أعاد للمسرح العراقي ألقه الثقافي، وهذا مؤشر لإرادة وإصرار العراقيين على إنهم الأجدر في نشر السلام والمحبة والفن. كنا وإياكم في مهرجان المسرح الدولي بدورته الرابعة، الذي احتضن مواهب جميلة وعديدة سواء عربية أو أجنبية أو حتى عراقية، وهذا إن دل فيدل على إن العراق أصل الفن وأصل الجمال والروعة. رشا باسم، قناة دجلة الفضائية.